اناب حضره صاحب الجلاله الملك المفدى سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفه الممثل الشخصي لجلاله الملك المفدى بافتتاح معرض الرسام الروسي نيكاس سافرونوف بتنظيم من هيئه البحرين للثقافه والاثار وبالتعاون مع سفاره مملكه البحرين في جمهوريه روسيا الاتحاديه وقد كان في استقبال سموه معالي الشيخ بنت محمد الخليفه رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار وسعادة الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفه محافظ محافظة العاصمة خلال الجوله في المعرض اطلع سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفه على ما تضمنه المعرض من رسومات بلغت 21 لوحه مثلت مسيره الرسام التشكيلي كما استمع سمو الى شرح منه عن الخامات والمواد المستخدمه في رسم اللوحات التشكيليه المتميزه. في ختام الجوله تشرف الفنان الروسي بتقديم هديه تذكاريه الى سموه. بهذه المناسبه اكد سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفه ان الحركه الفنيه تحظى برعايه واهتمام عاهل البلاد المفدى ذو الله لما لها من رساله ساميه واهداف نبيله مشيرا سموه ان مملكه البحرين تمتلك نخبه من افضل الفنانين التشكيليين وشهدت اعمالهم الفنيه المتميزه نجاحا باهرا في مختلف دول العالم من خلال مشاركاتهم المتميزه والتي نقلت الوجه الحضاري لمملكه البحرين ونوه سموه الى ان المعرض احتوى على لوحات قيمه وهادفه وان ما وظفه الفنان من ادوات فنيه أطفت على اعماله رونقا فنيا وابداعا متميزا ينم عن تعبير فني صادق من حيث المضمون والاهداف. واشار سموه الممثل الشخصي لجلاله الملك المفدى الى ان اقامه هذا المعرض ياتي ضمن تعزيز العلاقات الثنائيه الوطيده بين مملكه البحرين وجمهوريه روسيا الاتحاديه في مختلف المجالات، كما تقدم سموه بالشكر والتقدير إلى معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار على تنظيم هذا المعرض المتميز مشيدا بجهود معاليها في تنظيم مختلف المهرجانات والمعارض ومد جسور التواصل مع مختلف الثقافات كما شكر اسمه سفارة مملكة البحرين في روسيا على تعاونها في إقامة هذا المعرض المتميز من جانبه توجه الفنان الروسي نيكاس سافرانوف بالشكر والامتنان إلى حضرة صاحب الجلال عاهل البلاد المفدى الله ورعاه لرعايته الكريمة للمعرض والتي هي تعبير صادق لاهتمام جلالتي بهذا الفن المتميز كما تقدم بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة على افتتاحه المعرض نيابة عن جلالة الملك المفدى مشيرا إلى حرصه على إقامة معرضه في البحرين لما تمتلكه من مقومات ثقافية وحركة فنية شاملة مشهودا لها بهذه المناسبة قالت معالي رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار نفخر بالتبادل الثقافي المتين ما بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا مشيرة إلى أن هذا المعرض يأتي في إطار المشاريع المشتركة ما بين البلدين والتي أثمرت على مدى السنوات الماضية نشاطا ثقافيا وفنيا ساعد على الارتقاء بالمشهد الحضاري في المملكة وتوجهت معاليها بالشكر إلى سمو الشيخ الله بن حمد الخليفة على دعمه المتواصل للحراك الثقافي في البحرين مؤكدة أن رعاية هذا المعرض تأتي في ظل توجهات القيادة الحكيمة في تعزيز مكانة البحرين على خارطة المراكز الثقافية والإقليمية والعالمية المتميزة Uh -huh.